وفاة فنان برازيلي بأزمة قلبية وهو يغني. بعدما وصفهم بالتافهين، رفيق بوبكر يعتذر للمؤثرين. وفاة فنان برازيلي بأزمة قلبية وهو يغني. توفي المغني البرازيلي بيدرو هانريكي عن سن 30 قيد حياته أثناء غنائه في حفل ديني في فييرا دي سانتانا بالبرازيل. ووثق الجمهور الذي حضر الحفل لحظة وفاة الفنان بيدرو هانريكي بمقاطع فيديوهات. وبحسب ما أوردت وكالة التسجيلات الخاصة به، فإن المغني أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته على الفور، تاركا زوجة وابنة عمرها لم يتجاوز الشهرين. وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب البالغ من العمر 30 سنة كان يغني في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت، حيث سقط فجأة أمام فرقته. بعدما وصفهم بالتافهين، رفيق بوبكر يعتذر للمؤثرين. قدم الفنان المغربي رفيق بوبكر اعتذاره لجميع المؤثرين المغاربة الذين يقدمون محتوى مفيد لمتابعيهم، وذلك بعدما وصفهم بالتافهين خلال حضوره لفعالية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. وكشف الفنان المغربي عبر مقطع فيديو نشره بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام أنه ليس ضد المؤثرين، مشيرا أن تصريحه الأخير أغضب العديد من أصدقائه المشاهير الذين يكون لهم كل الحب والاحترام. وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يستعمل اسمه في الترويج لمنتوجات ليس له علاقة بها. وجدير بالذكر أن تعليق رفيق بوبكر عن رأيه في عدم دعوة المؤثرين لحضور فعاليات مهرجان مراكش ووصفهم بالتافهين خلف آنذاك ضجة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.